له يا ابن زينب له، والله ما كنت مفكرك جحودي لهالدرجة، كأنك ما صدقت إمتى خلصت مني. لك إذا مفكرني أبوك وعم تعاملني هيك، شلون ما تعرف إني مو أبوك ومو نمو أمك ولا نور أختك؟ نعمة، لك ما حلا. جايب بنتي تتفرج علي؟ تتفرج على ابوها يا ابن زينب؟ وانا بالحاله؟ ابن زينب؟ ايه ابن زينب. ولك لا انا ابوك ولا هي امك ولا هي اختك، انت ابن زينب. لك بس بقى شو عم تحكي انت؟ خلاص روحي هيك. معقول جاي تتغدى لحالها؟ حبيبي لا تاخذ على حكي، وشفت حالته كيف كانت؟ أنا مو ابنك؟ شلون مو ابني؟ شو ابني الدايق؟ عرض عم بمزح معك، دغري صدقت. حبيبتي نور روح قعدي هنيك شوي، يلا روح يلا. ونور مو اختي كمان؟ عمر ماما لو سمحتي بابا بترجاك جاوبني. ها شفت؟ قلت امي وابي، عم فمي وكأيدونك. ورح ضل لك ابي، بس انت ما كنت عم تمزح. برافو عليك، انا كنت متضايق وما عم امزح، انا كنت رح انفجر، مشان هيك طلع معي كلام طالع نازل. مو لكن معقول يا درسان هيك تتركني وما تزورني كل الوقت؟ ها بابا كانوا مانعينا من الزيارة لحتى تتحسن حالتك، وليكك لسه ما تحسنت لهلا. بس هلا عم تتحسن. ليش ناديتني ابن زينب؟ هاد الاسم اطلع على لساني صدفة. ليش مو ابن فلان او ابن فلانة؟ ليش ابن زينب تحديدا؟ يا امي قال لك انه هذا الاسم اللي طلع على لسانه. وانتي ماما ليش هيك ارتعبتي لما حكى هذا الكلام؟ لانه ما تخيلت انه ابي يحكي مع ابنه بهي الطريقه. شفت صالح؟ شفت المخدرات شو بتعمل؟ والله معك حق يا منى، والله معك حق. الله يلعن الشيطان وساعته والله. بس تعرف الدكتور قال لي ها يعني يومين ثلاثه برجع هيك مثل الفله. قالوا لك قديش رح تنحكي؟ ايه بكره هن بده ينزلوني على المحكمه. ايه لنشوف ان شاء الله. مجنون انت؟ مجنون؟ انا ماني مجنون، بس اذا عمر بده يضل عم يعاملني بهالطريقه انا بدي بق البحصه اجباري. اذا بقيتها رح تخنقني قبل ما تخنقه. ليش انا ما عم اختنق؟ صالح والله اذا بتفتح هي السيره مره ثانيه ما رح ضل عندك ولا لحظه، لا انا ولا بنتك. وشو رح تفرق معي؟ ما انا كل عمري لحالي. وحداني عايش كده وحداني. أنا آسف جداً جداً جداً. مرحبا. أنا بنشرت معي السيارة واست ابنك هات مضروبة. كيفك؟
شبك فيك شيء؟ لا. الشركة فيها شيء؟ ايه. شو اخبار نسرين؟ نسرين ما بعرف، ما شفتها ولا اتصلت فيها؟ لا. ما اطمنت عنها؟ طمنت عنها من بعيد لبعيد، انا كل فتره بسال بابا عنها، من شي ساعه حكيت معه قال لي تركت المستشفى، هربت يعني، رجعت على البيت. وانت ما عملت شيء؟ لا. ما فيني اعمل شيء لانه حبل الود انقطع بيني وبينه. انت اللي قطعته. انا هيك لكين ماما. زيد انت لازم توقف حدك. اوش نفس كلام بابا ونفس كلام هيفاء، انتو شو قصتكم؟ يعني لو كان في امل كنت تخليت عنها؟ هيك قلتها تخليت عنها. لانه ما في امل، خلص. الامل ممكن ينولد باي لحظه، بس المهم نحن نحاول. في شي جديد صاير؟ نسرين حكيت معي؟ لا. ابوه وامه حكوا معي؟ في حدا تدخل وقال لك شي؟ عقلي قال لي اشياء كثيره. مثل شو؟ زيد ليك يمكن حكي العالم وشكهم واهتمامك فيي وجودك حدي خليني احس اني بحبك، بس انا لانه ما معقول يصير معي هيك غلطه. انا غلطه؟ لا. انت بتعرف قد ايه بحبك. سمعت فينا نكمل هيك؟ طيب ليش؟ اقنعيني. زيد انا اكبر منك ب 14 سنه، هيدا فرق ما طبيعي، وخاصه لنا مجتمعنا ما بيقبل انه المره تكون اكبر من الرجال. الناس مش حتتركنا حتى لو تركتني. شو رح يصير بعد 15 سنه؟ أنا رح يصير ختيارة وأنت رح تكون بعدك بعز شبابك، مش مزبوط؟ زيد نسرين بتحبك. أنا تسرعت، لحقت أنا نيتي، لحقت إحساسي، وهلأ عم بتراجع عن أنيا. زيد لأنه أقول يعني ما في صوت يعني. ماشي إيه؟ صحة وعافية حبيبي. عوضين ولك وينو أحمد تأخر؟ شو بعرفني؟ مش هتعرف وين عم يروح وين عم يجي، قال لي رايح وراجع. زيد أنا غلطت، رجوعي عن الغلط عطيني إحساس بالأمان، فما تحرمني منه. فكر وحتلاقي إنه اللي عم قوله كتير مزبوط. ماشي مثل ما بدك. شكرا، بس هذا ما بيلزمني أرجع لنسرين. كون ما عملنا شيء المفروض يلزمك. ما بوعدك. لا ما قلتي لي انه الاجتماع مع زيد؟ كنت جيت معك. بتعرفي قد اشتقت لزيد. ايه وانا كمان اشتقت لك. تفضل اقعد. شو عم تعمل؟ ما قلت لك مغدى برا؟ شفتي مالها صدفه؟ طلعنا مغدين بذات المطعم. عود لانه بعد نحن عم نتغدى. عود تغدى مع امك، انا لانه متغدي مع رفيقي. مش قبل ما نتفاهم. نتفاهم على شو؟ امتين بدكم تتجوزوا؟ رمزي ماما انا معك ولد صغير، انا فاهم كل شيء بيناتكم. وشو اللي فهمانه بلا صغره؟ عم بحكي مع امي. ليه ساكتي؟ احكي. يا ريت تتأدب يا رمزي.
لأنك عم تحكي مع والدتك يلي المفروض تكون مثل والدتك يا سيدي وأعز. وكلمة تانية برات الطريق أنا ما حأسمح لك. رح تضربني وبر أسنانك كمان قبل ما تتجوز. ليك على فكرة أنت واحد قليل أدب. اوعى تغلط معي أوكي؟ أنا مشان ما أغلط معك رح أمشي. لك شو جنسك أنت؟ ليه خبيت علي؟ مش هون بنحكم على البيت. قليلي شو بدي ساوي هلا؟ وين بدي لاقي؟ ما تركت رفيق من رفقاته إلا سألت عنه، ما حدا بيعرف عنه شيء. معقول يكون مسافر؟ لوين يعني؟ شو بعرفني؟ على شي محافظة؟ شو ودور لك عليه بالمحافظة؟ مو الحق عليك، مو أنت اللي قلعته من البيت؟ ليش أنا بعرف إنه حامي؟ أنت آخر مرة قديش عطيتي مصاري؟ لأنه على هوا المصاري بيغيب ومتى ما خلص وبيرجع. بحلفتك بالله قديش عطيتي؟ لجيبته ما عطيته غير 3000 ليرة. ولغير جيبته؟ عطيته حق تصليح السيارة اللي كسرها أخوه لفادية. يعني قديش عطيتي؟ عطيته 40,000. أخ راسي الله لا يعطيكي عافية. 40,000؟ السيارة اللي تكسرت بتكلف أكتر من 60,000، بس أنا ما عطيته غير 40,000. هدول 40,000 ليرة أخذوا لجيبته كمان؟ لا أيوه، شو لجيبته؟ امبلا، لأنه صاحب السيارة اللي تكسرت إجا لعندي الصبح عم يسأل عن لؤي، بده مصاري، ابنك مو عاطيه ولا فرنك. يوه شو هالحكي؟ يا حبيبي هدول 40,000 ليرة بيعيشوا 4-5 أشهر وبيكون البنت صار بطنها هيك. فادية لازم تنزل الولد قبل ما يحسوا أخواتها إنه حامل، لأنه إذا عرفوا إنه حامل لح يذبحولك بنتك. لما هيفا أنت شو عم بتقولي؟ بابا لهلأ ما بين لؤي. يعني والحل انه تعمل عملية اجهاض؟ يعني على الاقل مشان اخواتها بيكون بان له اي، ويعني ونحلت القصة. بابا هذا رأيك ولا رأي فادية؟ لا بابا هذا مو رأيي، انا بس عم بستشيرك. فادية مصرة تعمل عملية باي شكل، فقلت لحالي يعني اذا بتعملها عندك بالمستشفى بيكون استر له واحسن له. بابا انا ما بقدر اعمل عملية عندي بالمشفى ولا بنصح فيها. اوعك يا بابا، اوعك تخليها تعمل عند اي دكتور تاني. المسألة خطيرة كتير وفيها مسؤولية كبيرة، هذا غير انه ممكن البنت تموت تحت العمليه. يعني شو تعمل؟ طالما ابو لؤي تفهم الوضع ووافق على انه يثبت كتب كتاب ابنه بالمحكمه، روح لعند اخواته ويتفاهم معه. ما رح يفهمه، خاصه انه لؤي مختفي لهلا. يا بابا البنت مكتوب كتابها، واذا خاف انه يأذوها في يستعين بالشرطه ويكتبوهم تعهد على انه ما حدا منهم يمد ايده على اخته. بابا يعني فكره اجهاض؟ لا بابا فهمتي هيفا؟ هذا غير انه قتل طفل باحشاء ام حرام يا بابا، حرام. يلا حبيبتي تأخرنا على المشفى. ألو مرحبا خالي، كيفك؟ أنا زيد. أهلين زيد. كيف صارت نسرين؟ والله على حالي يا ابني. طيب لو سمحتي بقدر أحكي معها؟ نايمة، فيق لك إياها؟ لا 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 معلش، أنا خالي بحكيها بعد ساعة. شكرا. سيدي عمر شو قصتي أنا؟ ماما ما مفوت إيه بس أوعية؟ بكير ما قال لك زيد المساء؟ هاي المساء شوي تاني رح يصير الليل؟ بعد الليل بشوي بنطلع. بعد الليل بشوي؟ تعي لهون تعي. شلون بتقلي لي إنه بكرة عطلة؟ هلا بتكون الأنسة غايبة وما في علينا دروس ما بيكون عطلة؟ فوتي على غرفتك.
ليش؟ شو القصة؟ بلا كترة غلبة وفوتي على غرفتك، يلا لشوف. يلا. ماما بدي احكي معك شوي. نوريني امي. لساتك عم تفكر بحكي ابوك؟ شو يعني برأيك ما لازم فكر؟ يا ابني ابوك كانت حالته بالويل وقت الحكي هالكلام. انت شفته كيف كان عم ينفض مثل الدجاجة المذبوحة؟ كانت تصيبه حالات افظع من هيك. عمر هي مخدرات، وانت بتعرف شو بتعمل مخدرات براس البني ادم. شو ما عملت امي؟ شو ما عملت؟ هذا الكلام ما بيطلع من البني ادم الا اذا كان صحيح. كان ممكن يسبني، ما يخلي علي ستر مغطى، بس انه يقول لي انه هو مو ابي وانت مو امي ونور مو اختي، هذا مو كلام واحد مدمن، هذا كلام واحد صاحي وصاحي كثير. انا بشو بدي احلف لك انه كل اللي قاله بس لحتى يهزل لك بدنك. مو صحيح امي، مو صحيح، مو صحيح، مو صحيح. طيب اذا انا مو ابنه انت مو امي؟ يا عمر. امي امي الله يخليكي ريحيني، اذا ما ريحتيني بنفجر 100 شقفه. انت شو مكتوب بهويتك؟ عمر صالح محفوظ. شو مكتوب بهوية ابوك؟ صالح محفوظ. وبدفتر العائلة؟ شو يعني حاملتيهم معك لانه عرفاني اني ما رح اقتنع بدي اسالك؟ لك لا، انا حاملتهم لحتى تشيل هذا الوسواس من راسك. لك انا امك، صالح ابوك ونور اختك، افهم بقى. اكيد هذا البرنامج فيه شيء فهم عقدي، ما حعرف افكر. أحسن شيء أحكي مع محمود، هو ممكن يعرف فيها. ماشي. طلع عليها شوف كيف كانت وكيف صارت. مظبوط، بتغير كثير البنت. ليش حالتها ما عم تتحسن؟ ما بعرف، مع انه ما عم نقص عليها شيء. بس صدق لك احمد، انا قلقان اكثر منك. يا انا مو قلقان، انا مرعوب. لا تخوفني. من شو؟ اذا قلت لك ما بتضوج علي؟ ولك اخي ما بتضوج، قول وخلصني. يا سيدي انا حاسس انه اختك لساتها قلقانه بهذا الشاب اللي حكيت لكم عنه، وهو نفسه اللي قالب لك كيانها. طبعا انت بينقلب كيان البنت لما بيكون اللي بتحبه عم يعذبها، وإذا كان عم يعذبها وهي رضيانة معناتها حاطة تحت باطه. تخيل بقى شو العلاقة بيناتهم. ولك يا فهمان، البنت اللي بتحب شاب ما بدها تشوفه لهذا اللي بتحبه وهو يشوفها. أنت قد صار لك عم تراقبها لأختك؟ شفت عليها شيء لهالمسكينة؟ لأنها كهينة وقوية، بعدين أنا بقص إيدي إذا ما كانت عارفاني إن أنا عم راقبها. ولك أحمد والله أنا خايف نكون ظالمين هالبنت، قصدي يعني إنه بركض ما عاد في شيء بيناتهم يا أخي. ها ها، مشان هيك ما في قدامنا غير انه نراقب التليفون، لانه اذا بدها تحكي معه او توعده معناتها بدها تتصل فيه. صح صح. بس يا احمد يا حبيبي، يعني ليش نحن ما نخلي نيتنا صافيه تجاه البنت يا اخي؟ كيف يعني؟ قصدي انه نحن عم نطلع على هالبنت كل الوقت شك بشك، وعم نراقب وعم نطلع. شو رايك لك احمد انه نرجع مثل ما كنا ايام زمان وما شاء الله عنا؟ يعني خلص نرجع الثقه مثل ما كانت، مو احسن؟ بس هي ما عادت مثل الأول، لأني شفت هداك المنام أو أنت شفت مع هداك الشاب. ولك أخي بركي هي شايفته صدفة مثل ما قلت لك. هي بهالبساطة؟ أي أخي بهالبساطة. هلأ أنت خد عليك مثلا، أنت عندك صاحب وهذا الصاحب في عنده أخت، وهي الأخت أنت شفتها بالطريق وماشي وسلمت عليك وسلمت عليها. شو فيها؟ ويا أخي أكثر من هيك، أنت معك سيارة وقلت لها طلعي وصلك بهالشوب، يعني بيكون في شي بينك وبينها. إيوة بس أنا ما بحسبها مثلك. لا إله إلا الله، لو لا ظننا لدخل الإنسان الجنة، وأنت إنسان شكاك وظنوني. لا يا سيدي، لأنه أنا بخاف على أختي.
لك شو نحن ما بنخاف عليها؟ يعني هي مو اختنا. اخي انا ويوسف رح نضل مع مناح، انت ما بدك الطفل. يوسف هلا اذا عقليه اخواتها متحجره لهالدرجه ففي خوف على البنت. هذا اللي قلته للبابا. هلا اذا عمليه الاجهاض فيها انقاذ لحياتها فهذا لا حرام ولا ضد القانون. مزبوط، يعني صحيح في جنين حيموت بس كمان في وحده حتعيش. هذا اذا كنا واثقين انه راح يقتلوها. يعني عموما الشغله مو سهله ابدا. طيب يعني انت ما بتقدر تعمل العمليه؟ مو هون مو هون، باي مكان انت بتشوفه مناسب. ما فيني، انا ما بقدر اعمل هيك شيء. بس انت كوني اتعاطف معه شيء وكوني اعمل هيك عمليه شيء ثاني. اذا الدكتور عماد رفض الفكره وحذرك منها بدك ياني انا وافق واعمل هيك عمليه؟ بعدين لا تنسي انه انا طبيب وحالف قسم. بعرف، بس انت قلت انه بوضع مثل وضع العمليه لا حرام ولا ضد القانون. نظريا يا انسي هيفاء، نظريا وعاطفيا، بس بالعمل الامور بتختلف. اهلين بابا. مساء الخير بابا. كيفك؟ مساء الخير دكتور. اهلين. كيفك؟ الحمد لله. بابا انا رايح البيت، تروحي معي ولا عندك شغل؟ لا بروح معك، متشوق اشوف ضيوف اخي زيد. استناني بس لحظه. يلا. كيف شغل دكتور؟ الحمد لله دكتور، الحمد لله. مرحبا دكتور. اهلا دكتور محمد. أهلين. كيفك؟ مرحبا. اهلا دكتور. طمني كيف نسرين؟ أحلى الليل ماما. إيه شو حلو الليل والقمر والنجوم، هوا منعش. شوفي البيوت ما أكترها، كتير البيوت، بيت هون وبيت هون وبيت هون وبيت هون، كتير كتير البيوت، كتير البيوت عن جد، كتير البيوت. بس بتعرفي بكل بيت في واحد عم يعاني، عم ينهر، في واحد موجوع، في ظالم وفي مظلوم، في ناس بتقطع لحم ناس وناس بتترك لحمه ينفرم، في ناس بتاخد اللي مو إلها وناس بتترك حقها وكأنه مو إلها. أوقات يعني بسمع إنه بشبهوا الدنيا بالغابة، القوي بياكل الضعيف، أحيانا بشبهوا الدنيا بالبحر، السمك الكبير بياكل الصغير. وطك بالله، كلامك كله جواهر. انا بقى قررت، انا قررت اني ما اكون ارنب بالغابه ولا سمكه صغيره، انا قررت اكون لبوه وسمكه قرش. بسم الله الرحمن الرحيم. حولك وحوليك شوي قررت تكوني سمكه قرش حتى ما اتاكل امي، ما بدي حدا ياكلني. قلتي لي زيد اتصل فيني؟ يوه لكان عم بكذب عليكي. هو عم يكذب على حاله. ماما لازم نحكي. احكي. حدا ماسكك؟ بحكي لوحدي؟ من ساعة ما رجعنا عم بحكيك ما عم ترد علي. لأنه تصرفك كان غير مقبول، بعدين أنت ما عم تحكي معي، أنت عم تحقق معي. طيب، جاوبيني على سؤال واحد وما راح أفتح تمي بكلمة تانية. عم بحكي عن جد. تفضل. قصة صديقتك وزواجها من شاب أصغر منها، هي قصتك أنت وزيد؟ لا. لكن ليك أنت قاعدة معه؟ أنت ما قلتي لي إنه عندك اجتماع بعد الشركة؟ مزبوط. والاجتماع كان مع زيد. اجتماع شغل؟ ايه شغل. بمطعم؟ ايه، هو الواحد ما بسوى غير جو. وليه خبيت علي؟ ما خبيت عليك. بعدين حتى لو قلت لك كنت حتفهم الموضوع غلط، لانك انت ولد بتشك. بس كرمال انت ما قلت لي انك ما حتفتح تمك اذا جاوبتك. انا قصدي ليك حقلك بعد شغله ثانيه ومسكر على الموضوع.
يا ريت. انا كنت قاعده مع زيد عم حاول اقنعه ويرجع لخطيبته. عم تحكي عن جد؟ رايحين تعبت. ايه وما حتجوز حش خايف. رح ضلي معك لحد ما انت تتجوز. وبعدين؟ وبدك بعدين كمان؟ ماما بليز ما تزعلي مني، انا بحبك ومن حقي اخاف عليكي. انت واحد اناني. اذا بخاف عليكي بكون اناني؟ بالعكس، انا بدي اياك تعيشي مبسوطه بحياتك. اوعى تفكري بلحظه اني رح ازعل اذا لقيت الشخص المناسب وقررتي تتجوزي. هيدا حقك وهيدا حياتك، والله شاهد انه هالحكي كله من قلبي. اهلا وسهلا. مرحبا. انا خالد. كيفك؟ مرحبا. كيفك؟ مرحبا. يا عمو كيفك؟ كيفك؟ هلا. تفضل تفضل. مرحبا خالي. اهلين. مرحبا عمو. اهلين يا ابني، كيفك؟ ماما. اهلين مدام. اهلين. وبابا. شرفنا. تيتا. اهلين وسهلا. واخواتي الصبايا. اهلا وسهلا. ماما اختي الصغيره نور. نور من حصتي. انت اللي حتاكليني لحالك؟ اكلي؟ هيك قال لي زيد، قال اول ما تشوفوني حتاكلوني. مو لحتى نسلقك بالاول؟ وليش السلق؟ الشوي اطيب. شرف عمو، شرف المدرسة. تفضلوا. شرف. اهلا وسهلا. ايه ليش محامي بفتيحك معاك؟ وين معلمه؟ مو هون، نزل مشوار. خير شو صاير بالدنيا؟ البيس برجلك. شو البيس؟ صباطك ولا قال لك هيك احسن. لوين بدي اطلع؟ مشوار صغير ومن رجعك. بس انا ما بدي اتمشوار. هلا لا تخفف دم، امشي. اخي انتو بدكم السيد عبود، السيد عبود هلا بيرجع، استنوا دقيقتين. بس نحنا بدنا اياك الك. الي انا؟ انا شو دخلني؟ هلا لا تفلسف ولا بطلعك محمد. لا لا طيب بس لبدل اوعيي. هيك بدي اياك تطلع والله يطعمك تعمل اي حركه على الطريق. دي مهي. شو صار معه؟ بشو؟ بالسيدي والبرنامج. مو هلا عمر، هلا بطلع انا وياك بعد شوي على غرفتي وبنحكي بالموضوع. يعني مش الحال؟ انت عندك معلومات عن الشيء الموجود بالسيدي؟ لا لا ابدا. اكيد. شو لقيت بالسي دي؟ بعدين بعدين. هلا انت وقت تكبري شو ناويه تصيري؟ انا صرت مدرسه. لا لا كنت مفكرتك بدك تصيري دكتوره. مهندسه احسن. انسه يعني انسه. انا جوزي سافر على الخليج وبده شي شهرين ثلاثه لحتى يرجع. ان شاء الله بالسلامه يا رب. الله يسلمك. يفوت. غمض عيونك. خير؟ شو مخفتي؟ شو مخبي ورا ظهرك؟ شو بدي خبي يعني؟ سكين؟ محضر لك مفاجأة حلوة كتير اختي. غمضي غمضي هيك غمضي. ايوه خليكي مغمضة، لا تفتحي ولا تسدي ادنك اذا فيكي. معليش ايوه خليكي مغمضة. برافو عليك يا بطلة. يا ستي هلا
فيني اقول لك فتاح. حلوين هي كنزه وهي خراطه. لك يا اختي هو صحيح شغل محلي بس وحياتك الخيط اجنبي. ها والله العظيم خيط هدول لك. اسلم ايديك اخي. لا ولك يا فادو شو عم تحكي انت؟ عندي بالدنيا كلك اختي. تقبري قلبي فادو. يا فاديه شو اخواتك؟ خبيهم خبيهم خبيهم. فاديه هذا انت هون؟ اهلين وسهلا. حزري شو جبت لك؟ حزري لك خلص بلا حزازير. هذا الدبدوب لمين؟ اختي يعني انا شوف شو جبت لك. صحيح مو ذهب بس يعني انه شوفي حالك على رفقاتك شوي. ما تلبسيهم بالمدرسه اوعي تقيم ايدك. هدول لبسيهم بس لما تروحي مع امك. مبروك حبيبتي. فادي حبيبي شو بك؟ هيدي الكرسي لجنبك قعدوا. طب ما بدي اقعد برتاح. قعدوا. شايف هيدا السيخ؟ هلا بصير مثل الجمر. سكروا له تمه. طب ليش سكروا له تمه؟ طب عم ناخذ ونعطي مع بعض؟ هلا بناخذ ونعطي بس بالاول خليه يحمى السيخ. كأني شايف ابنك قبل بمرة. عمر ما كثير بيقعد بالبيت، يعني الا ما تكوني شايفتيه بالطريق شي مرة. ويمكن أكثر من مرة. شو يعني ما ارتحتي له؟ بالعكس ابنك بيفوت للقلب دغري. بتعرفي أنا كمان أول ما شفت زيد كتير كتير ارتحت له. يلا ناكل؟ يلا فضل. بتقول كل شيء؟ كل شيء ولا حرف ناقص. لأنه كل شيء قلته أنت وعبود كبيته بالبحر. هلا بدك تقلي الشيء اللي ما قلت لي إياه. لأنه إذا ما رجع لي السي دي أعتبر إنه نهايتك عندي. حاضر يلي بدك يا بيصير. هذا الكلام قلته هديك المرة. لا لا هالمرة خلص أكيد. بس وعدني الله يخليك إنه ما تضربوني ولا كفة لأنه عن جد مالي لقيان. رح تقول شي جديد؟ رح أقول كل شي جديد لأنه يا روح ما بعدك روح. أيوة هيدا أحسن شي قلته لهلا. والمليون ليرة اللي بدك تعطيها لعبود تعطيني إياها لإلي الحق حق. بس ما بتقول لعبود. ولأنتو شو؟ خلص ما بدك تعطيني إياها ولا تعطيني إياها. الله بس بيصير السي دي بإيدي بنحكي. خلص مثل ما بدك. انا بقول لك كل شيء ها بس الباقي عليك. الباقي علي؟ السي دي لا معي ولا مع عبود. السي دي مع واحد اسمه عمر محفوظ. عمر محفوظ لك راضي؟ راضية؟ لك وين هفا المصطفى؟ يعني البيت اللي اخذنا عليه عبود مش بيت عمر؟ بيت صاحبه. معقول يكون هالقد جريء وما يكون خايف مني؟ لانه عمر طمعه بالارصده الموجوده بالبنوك، قال في اموال ما بتاكلها النيران. يعني عمر كان بده يفوت على بيتي ويسرق البرنامج؟ ايه وبالعلامه ما قدر يفوت لانه حضرتك مركب جهاز انذار. جهاز انذار؟ ايه واتفق هو وعبود مشان يطلعكم مره ثانيه من البيت ويفوت ياخذ السي دي. لا شوف شو فينا شو صار؟ عمر سرق البرنامج. عمر شلون؟ بتعرف بيت عمر ولا ما بتعرف؟ الله وكيلك ما بعرف ولا بعمل رحت عليه. عبود اكيد بيعرف وين. روحوا جيبوا لي عبود الكلب ما يبصوا شعره بجسمه. بدي يسار سليم بسرعه.
ماشي، حاسس بدكم تحكوا شيء لبعض. لا لا ما في شيء. يلا صباح الخير. الله معك. خليك هم مرتاح. مع السلامة. هيا ابوك واخواتك فاتوا يناموا. يعني ما فهمت علي يا عمر؟ شو اللي ما فهمته؟ اني عم بتبارد عليك قصدا مشان تفتح تمك وتحكي. شو احكي؟ عمر هذا السي دي منين جبته؟ سرقته. من وين؟ انت ما بدك تعرف كل شيء. خلينا نطلع لوطك. قوم. يا سيد بشير فكني وخليني امشي، شو عادلكم شغل معي؟ مو هلا بدكم تجيبوا عبود؟ ما لكم شغل معي انا خلاص. لو هالمعلومات قلتها بوقتها ما كان عمر سرق البرنامج. انت وعبود نفس الشيء. انا الشيء اللي عرفته من يومين بس، عبود ما كان يقول لي شيء. كذاب. شو هاد فيلم؟ فيلم بس قصير شوي. شو وين هي؟ هاي امريكا وعلى الاغلب نيويورك. تفرج على الساكت اوكي حتى يخلص الفيلم. طيب شو ما في صوت؟ بلا في صوت بس مضروب، انا مشان هيك موطي قصدا. شوف هلا هذا السي دي الميمين الدنيا ومعدين عليه، ثلاثه عم يحكوا مع بعض ومن غير صوت كمان. قلت لك تابع الفيلم للاخير وعلى الساكت. ممكن شفته لبشير صاحب السي دي؟ لا شفته من بعيد وكان بالليل، يعني فيك تقول اني شفت ملامحه بس. قصدك انه القاتل اللي شفناه بالفيلم هو نفسه بشير؟ لا اكيد هو. بلا اكيد هو، لو ما كان هو ما كان عنده كل هالاصرار ليحصل على السي دي باي شكل. لا لو كان بشير هو القاتل ما كان احتفظ بالفيلم، كان حرقه من زمان. كمان في وجهة نظر، لأنه مو معقول يحمل هيك دليل ضده بإيده. هلأ الواضح أنه الجريمة صايرة بأمريكا وبنيويورك تحديدا،
ومن شكل الثلاثة اللي طالعين بالفيلم أكيد إن أمريكان أو أوروبيين على الأقل. الشخص اللي كان عم يصور الفيلم بيعرف إنه بده يصير جريمة، أو على الأقل كان عم يراقبهم وتفاجأ بحدوثها. ويمكن بشير يكون له علاقة بتصوير الفيلم، أو قدر يحصل عليه بطريقة أو بأخرى، وإنه مخبيه عنده مشان يهدد القاتل ويبتزه مثل ما بصير بالأفلام الأمريكية يعني. بس في سؤال، يعني هو ليش لينزل معه الفيلم على الشام وغريمه بأمريكا؟ شو بدي يساوي فيه هون؟ بجوز جاي زيارة على الشام وبده يرجع. فكرك قديش ممكن يعطيني بشير حق السي دي إذا رجعت له إياه؟ عم تحكي عن جد؟ طبعا عم بحكي عن جد. واحد مثل هاد المفروض ننتو فريشو. واحد مثل حكايته متستر على جريمة لازم يحبسوه، واحد مثل القاتل لازم يعدموه. ما شفتوا كيف قتلهم بدم بارد يا رجل؟ طيب يا ترى مين هدول؟ يا أخي مين ما كانوا يكونوا، المهم في مجرم ولازم ينال جزاؤه. يعني شو؟ عمر نحن بني آدمين، لا أنا مثل بشير ولا أنا مثل عبود ولا أنا مثل القاتل. شو يعني؟ يعني بتاخد السي دي وبتروح بتسلمه للشرطة. سلموا للشرطة، ليش لا؟ طيب شو رأيك قبل ما سلموا للشرطة اني اهبش لي منه شي هبشة مرتبة، وهيك بكون ضربت عصفورين بحجر. ولا تخاف، شو ما بيطلع لي بالنص. لا يا عمر لا، الظاهر انك ما تبت من قلبك يا اخي. تبت. وهذا اللي عم تقوله شو؟ معك حق، والله معك حق. بس زيد انا في شيء ما عم بحسن بخلص منه. طمع ما بعرف شو هو، لساته جواتي. ايه وشو حتعمل؟ حتفاوض بشير ولا حتسلمه للشرطه؟ خلص رح سلمه للشرطه، بس شو رح اقول لهم؟ بتقول لهم كل شيء صار معك. قلن اني حرامي، اني سرقت خزنه مروان بيك وفت على بيت بشير. معقول؟ استنى شوي، انت بتقلن انه انت كنت ماشي بالشارع اللي ساكن فيه بشير، شفته طالع فجأة من السيارة، قام وقع منه سيديان على الارض، قام انت من باب الفضول رحت اخذت السيديان، وقتها فتحتهم وشفت شو فيهن خفت، قام رحت سلمتهم للشرطة. اوكي، طبعا انت بتدله على بيتهم بس بدون ما تذكر اسمه، اتفقنا؟ بس اذا مسك بشير، بشير رح يجر عبود وعبود رح يجرني. تعرف أحسن شي بساوي؟ لا تنسوا الاشتراك بقناة شوف دراما الثانية ليصلكم كل جديد.